مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم اليوم للوقوف على المراحل التي تمر منها عملية تصحيح امتحانات البكالوريا. فبعد ولوج الأطر باب المركز تأتي عملية تعقيم الأيادي والأحذية، ثم قياس الحرارة واستعمال الكمامة، وتليها عملية التصحيح التي تنطلق من تسلم الأظرفة، عملية تصحيح وعملية مسك النقط، ثم عملية إرجاع الأظرفة إلى كتابة مركز التصحيح. تفاصيل ننقلها لكم عبر عدسة جريدة أصوات من مركز تصحيح الامتحانات بالثانوية الإعدادية الشهيد المكي بمدينة برشيد. تاريخ اليوم 10 6 عندك طلب احمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مركز الشهيد المكي الذي يعتبر اكبر مركز تصحيح في مديريه اقليم برشيد بما مجموعه 89 استاذه واستاذ. اذا مركز التصحيح يشتغل ب 17 قاعه موزعه حسب المواد المصححه للمركز. انطلقت عمليه التصحيح يوم السبت 4 يوليو على الساعه 3 زوالا. دونك انطلق العمليه، بدينا بتسلم الأظرفة ديال أوراق التحرير من المديرية الإقليمية بحضور رجال الأمن. الإجراء الثاني هو ترتيب وتصفيف الأظرفة حسب المواد. من بعد انطلقنا الخطوة ديال تسليم دونك أول خطوة تنقوم بها هي نسلمو المواد من طرف المديرية الإقليمية هو تصحيح تجريبي اللي كيقوم به اساتذه بحضور منسقي الماده. بعد ذلك يتم تسليم الاظرفه ديال اوراق التحرير من كتابه مركز التصحيح الى الساده الاساتذه عبر مطبوع تسليم وتسلم الاظرفه. بعد انتهاء من عمليه التصحيح يتم مسك النقاط من طرف خليه المسك. دونك خليه المسك خصصنا لها حاسوبين قارين وحاسوبين يعني نستعملوهم في حالة الضغط على الحاسوبين الاثنين الاولين. جميع العمليات منجزة من ولوج المركز الى مسك النقاط واغلاق الاظرفة تتم وفق شروط السلامة الصحية الموصى بها. السلام عليكم. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.